السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف على حضرتك؟ انا العراقيه فراق النجم. اهلا بيكي، هي منوره مصر كلها. منوره بيكي، الله يخليك. بقالك قد ايه في مصر؟ انا بقالي 4 سنين. 4 سنين، يعني بقالك شويه كتير بقى. يعني ايه اخبارك في مصر وعايشه هنا ازاي؟ احكي لي كده. انا حالتي صعبه جدا هنا في مصر عشان انا جوزي تعبان ومريض. مريض عنده ايه؟ هو مبتوره رجله وعنده انسداد شرايين في قلبه وعنده جلطه. الجلطه جت له بقى لها اسبوع وهو مرمي في البيت. هو راجل لا حول ولا قوه الا بالله، 66 سنه عمره. والله ربنا يشفيه ويعافيه. طيب احنا هناخد بياناتك وان شاء الله باذن الله تعالى نقدر باذن الله نشت كل القنوات. انا عايزه احنا معاكي من غير ما يعني احنا بس هناخد بياناتك، هتديها لزمايلي دلوقتي ونشوف هو محتاج علاج لجلطه صح. هو العلاج تبعه الشهري بيعدي ال 1300 1400 في الشهر، وانا ما معيش. والله معاكي اولاد؟ معايا ولد وبنت. موجودين معاكي هنا؟ موجودين. ما نزلتي من العراق، يعني كانت الظروف هناك، يعني جيتي، يعني احكي لنا الظروف كانت صعبه ازاي اللي خلتك تجينا. انا جيت عشان جوزي هناك كان مهدد، وهو البتر كان في العراق عشان هم رموه. هو عنده سكر وضغط. رموه فين؟ رموه في رجله في قصر. يعني اتضرب بالرصاص؟ بالرصاص. وجبته جيت عشان جوزي ما ماتش، ام لحقوا بابني، عايزين ابني. فانا جبت ابني وجي. يعني كان ده كان بين مين؟ يعني مين اللي عمل كده؟ كانت الميليشيات اللي عاملاه هناك. الميليشيات اللي هناك هي ميليشيات عشان عشان احنا كانوا بيستهدفوا لي. عشان احنا كنا ساكنين في منطقة الشيعية واحنا سنة، فخرجونا بالقوة. فخرجت، هم افتكروا ان جوزي مات بس هو ما ماتش. انا كنت مخداف للمستشفى عشان بعالج رجله، فراحوا لابني للمدرسة، لحقوا ابني عشان ياخدوه. فأم ابني هرب، نط من على سور المدرسة، ومن من سور المدرسة جبته وجيت للمطار على طول، وجيت دخلت لمصر. وأنا يعني الحمد لله والشكر إنه مصر استقبلتني. وبس يعني محتاجة بقى علاج للزوج. حاضر حاضر حاضر. محتاج يعني هو راجل كبير ومعوق وعاجز وعنده كذا مرض. ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه وباذن الله تعالى، يعني ربنا ان شاء الله يكرمك وترجعي للعراق، ويا رب يكون العراق امنه يا رب، وكل الدول العربيه يا رب، وكل بلاد المسلمين يا رب. امين الله ان شاء الله. كل سنه طيبه بقى. بتسمي كده وانت طيبه. سلام. وانت طيبه. سلام طيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أتعرف على حضرتك؟ صباح محمود من السودان. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بك. قولي لي بقالك قد إيه هنا ست صباح؟ أنا من 2011. يا ده بقالك 6 سنين. بس بقى يعني ما رحتش المفوضية إلا في 2014. يعني أنت هنا أنت وعيلتك ولا؟ أنا لوحدي فقط. أنت جاي لوحدك؟ أبويا وإخواني لا حول ولا قوة إلا بالله. في السودان أصبح مش آمن يا بنتي. أنا بتكلم من منطلق أنا إنسانة كبيرة، فبقى مش آمن. حتى لو أنت ماشية في الشارع أنت بتخافي 60,000 مرة على روحك. مصر أمان. مصر أنا درست فيها في شبابي، حاسة بالأمان فيها، ومن ما جيت لغاية دلوقتي في أمان. يعني ما تحسيش نفسك أنت فيها إرهاب من هنا ولا من هنا ولا من هنا. مناطقنا اللي هنا دي الحمد لله، الله يحميكم ويحمي جيشنا رب. أمين. ويحميكم. المصري وشعب طيب معروف، يعني شعب مصر والسودان حتة واحدة، ما فيش حاجة اسمها السودان وحاجة اسمها مصر. كان زمان حاجة واحدة. جدودنا احنا راحوا من هنا لنشر الدعوة الإسلامية للمعمار لي أيام الملك فاروق. يعني لكن الوضع هناك، انت جيتي هناك عشان الوضع غير آمن. أنا من الأمن الوضع في السودان عامة. يعني حتى لو انت عندك مثلا من الشق بتاعك في الأسرة مثلا اتجاه سياسي او انت بتتحاسبي زي كأنك انت إرهابية.
الصراعات الموجودة هناك. الموجودة حتى لو قلنا في الغرب ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الجنوب، هي هي كلهم عصبة وكلهم مليشيات وكلهم ما تفهميش كان شرطة ولا كان جيش ولا نظام عام، ولا كلهم طبقة واحدة، ما فيش تحسي زي ما اللي حاصل. المخطط ده شايفاه المخطط اللي إذا كان لسوريا ولا العراق ولا صهيوني. إسرائيل دلوقتي في الجنوب قاعدة بتعمل إيه؟ عشان تكرر مية وتوديها وتبني في السودان. آه جنوب السودان عند مستر سلفاكير. That's it. يعني هم يقسموا الدول ويبقى في صراعات بالذات السودان عايزينها يقسموها لخمسة دول، كل واحد ياخد ورك وعلى حسب الورك اللي يطلع ليه للجماعة الطيبين انتهى. لكن إنسانة كإنسانة تعيش في السودان نعم، إن عدمت الإنسانية اتعدمت، حتى إنه بيجوا يستوردوا البرتقال ويحقنوه بالدم عشان يقولوا ده برتقال جاي ملوث. I'm talking serious. I'm talking to. ده اللي حاصل في السودان، وعشان كده الواحد لجأ لمصر لأنه هو بحس إنه من نفس الدم واحد، قد النظر عن الجنسية أو اللون أو العرق أو 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 أو، تحس بالأمان في مصر، أنت واحد واحد. دايما يعني تحس بالأمان. مفيش فرق، مفيش فرق. الله يحميكم ويحمي كل بنودنا. يا رب يا رب. ربنا يعيدكم لبلادكم سالمين يا رب، وكل الدول العربية والإسلامية يا رب يعم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يا رب إن شاء الله. مع عدد من الجنسيات المختلفة، وزي ما كنت أنا كنت فاكرة أن احنا هنيجي بس نقابل عدد من السوريين، من اللاجئين السوريين والصوماليين، ولكن عرفت من يعني من الناس الموجودة هنا كلهم أن في عدد كبير من جنسيات مختلفة من دول عربية ودول أفريقية، وقد إيه فعلا يعني الناس دي محتاجة أن احنا نتكاتف معاها. وأن احنا إذا كنا بنتكلم زي ما قلت لكم في بداية حلقتنا عن التكاتف والتراحم، أن إزاي ممكن تكون في عون العبد عشان ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونك بإذن الله تعالى. لو انت فعلا نزلت وحاولت تعمل ده، احنا جينا لحد عندهم النهاردة وحاولنا ان احنا نجمعهم كلهم في مكان واحد. كل الشكر والتقدير لمجلس ادارة نادي 6 اكتوبر برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب، اللي هم فعلا يعني اتاحوا لنا الفرصة دي ان احنا يكون في عندنا اتاحة ان احنا نقعد معاهم ونوزع عليهم كراتين الهدية المقدمة من مؤسسة سما لتنمية المجتمع برئاسة الدكتور حسن راتب، ونحاول بقدر الامكان النهاردة ان احنا نقضي معاهم يومنا، وان احنا نحاول ان احنا نسعدهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. حاولنا النهاردة ان احنا ندخل البسمة على قلوبهم، وهنكمل معاهم بكرة ان شاء الله. استنونا بكرة بإذن الله تعالى، احنا لسه مكملين معاهم، هنوزع عليهم هدية شهر رمضان، ونحاول ان احنا نسمع منهم ونكون بقدر الامكان يعني اذان صاغية ليهم، وان احنا نكون صوتهم اللي هو لو حد حابب عايز يقول اي حاجة، لو حد عنده مشكلة ما، لو حد عايز يتكلم معانا، نكون بقدر الامكان نقضي يومنا معاهم بكرة بإذن الله تعالى. تعالوا نكمل معاهم بكرة بإذن الله تعالى، ونحاول نفرحهم، ودايما في نهاية كل عمل بنقول اللهم تقبل.